الولاية. انطلقت فعاليات مهرجان جميلة الدولي بولاية سطيف في طبعته 14 بحضور قوي للجمهور الذي غصت به مدرجات مسرح كويكول. الفنانين المحليين يعني اللي ساهموا معنا في إنجاز، يشوفوا اليوم هذه المباشرة، هذه اللوحة الفنية الجميلة التي تعبر على تراث وتقاليد مدينة سطيف. طبعات كل فيهم الشاوي القبايلي كلش، الله يبارك. أنا فرحانة بزاف أني جيت لأول مرة هنا المهرجان جميلة، وإن شاء الله هنجي في السنوات القادمة. المميز هذه السنة أن المهرجان اتسم بصفة الدولي بدل العربي، لكن ليس بوجوه عالمية بل بوجوه محلية تحمل صفة الدولية. فنانون جزائريون تداولوا على المسرح ورسموا لوحة للبهجة. وإن شاء الله هذا شرف كبير لي، إن شاء الله نشارك في فيستيفال جميلة، وإن شاء الله نفوتوا سهرة شابة، وتحياتي للنهار. سيفري هي أول مرة نشارك، وهذه راح تساعدني بزاف مسيرتي الفنية، وإن شاء الله نكون معكم كل طبعة. يعني ناديت بأن تحيا هذه الثقافة وتبقى تعيش، لأنه مهمة جدا في المجتمع تاعنا. سهرات جميلة لا زالت تتواصل حتى تاريخ 6 من الشهر الجاري، فرصة للجزائريين للقاء فنانيهم من كل أنحاء الوطن.